علشان نلحق برضو، نلحق برضو عشان الوقت، ايه يا فرصنا ان احنا نصعد. انت شفت الراس الاخضر النهاردة مع موزمبيق كانوا عاملين ازاي؟ هو مش النهاردة بس، وشفتهم قدام غانا الناس بتلعب باندفاع بدني، وقلت لحضرتك لما كنت ضيف مع حضرتك وقلت لك ان الراس الاخضر، لو فاكر الكلمة قلت لك، قلتها لك حتى في الاغنية، قلت لك اللي شبكنا يخلصنا. يعني منتخب مصر، لعيبة منتخب مصر هي يخلصنا. اللي حطتنا في الموقف ده يخلصنا. مظبوط، ان لعيبة منتخب مصر هي اللي حطتنا في الموقف ده، فهي اللي مطالبة او هي اللي مسؤولة ان هي تحقق الانتصار او الفوز على الراس الاخضر علشان نتأهل بإذن الله لدور الستة. بس هو التحليل ان الراس الاخضر دي وصلت، فممكن يلعبونا حتى بفريقهم الاحتياطي، يعني ماما ممكن ما يعرقبوش معانا. يعني شوف حتة سماعة حضرتك برضو وانت بتتكلم، لان واضح ان الموضوع واخد جزء كبير جدا من تفكيرك او معاك من عليك، لاني سمعت ان حتى انت فتحته مع الاستاذه ليلى عبد اللطيف، فطبعا واضح ان هو حديث الشارع في مصر. طبعا كلنا اكيد عاوزين منتخب مصر يتاهل، لكن سريعا طبعا اللي انت بتقوله ده مظبوط، هي ليها مميزات وليها عيوب. الميزه طبعا مش محتاجين نرغي فيها كتير، ان خلاص الراس الاخضر اتاهل، جرى العرف ان من الطبيعي ان المدير الفني بيريح اللعيبه الاساسيه خوفا عليها من الاصابات والارهاق، وبيبدا يبص لقدام او حتى تراكم الانذارات. لكن العيب بتاعها ان اللعيب اللي بيبقى نازل، اللي هو من المفترض مش اساسي، هو هينزل يموت نفسه خاصه قدام منتخب كبير زي منتخب مصر عشان يثبت للمدير الفني بتاعه ان انا جدير بالاشتراك كأساسي في المباريات القادمة، وبالتالي ده برضو ممكن يصعب الجيم عليه. بس يعني هل عندك، أمل كبير إن شاء الله إن احنا نعدي الماتش الجاي ده نجيب جون واحد وخلاص؟ يعني مش محتاجين سكور إن شاء الله. خصوصا إن احنا عرفنا إن صلاح مش هيلعب كمان.